أهلا بكم مشاهدينا، مساحة جديدة من لايف وسنناقش فيها. الوفاق تعلق مشاركتها في محادثات جنيف العسكرية، والبعثة تأمل الاستئناف. هذا هو موضوعنا اليوم للايف، أهلا بكم. تصعيد جديد على ما يبدو. أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مساء الثلاثاء تعليق مشاركته بالمحادثات العسكرية في جنيف احتجاجا على استهداف ميناء طرابلس البحري. يأتي موقف الوفاق بعد أن وجه سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الوطني ضربة استهدفت من خلالها مستودع أسلحة وذخيرة في ميناء طرابلس بحسب البيان الصادر عنه الثلاثاء، ما جعل البعثة الأممية للدعم في ليبيا تعرب عن أملها في أن يتراجع طرف الوفاق عن موقفه وتستأنف جلسات الحوار مع تنديدها الشديد والمتجدد لقصف ميناء طرابلس الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا بحسب البعثة، مشيرة إلى أن استهداف الميناء كاد أن ينجم عنه كارثة حقيقية، فيما لو أصيبت باخرة نقل الغاز المسال التي كانت راسية على رصيف الميناء، داعية إلى وقف التصعيد والأعمال الاستفزازية وخاصة محاولة توسيع رقعة القتال، مبدية أملها ورجاءها من الجميع بالعودة للحوار سبيلا وحيدا لإنهاء الأزمة. هذا ما سنناقشه اليوم في لايف، ولكن بداية نتابع هذا التقرير. يتخوف سلامة في آخر مؤتمراته الصحفية من أن اختراق الهدنة قد يفسد أي مفاوضات أمنية كانت أم عسكرية. تستهدف قوات الجيش الوطني سفينة محملة بمعدات عسكرية في ميناء طرابلس، خرج الرئاسي وأكد أن الضربة لم تصب السفينة التركية، لكنه ذهب أبعد من ذلك بتصريحاته فأعلن تعليق المشاركة في كافة المحادثات العسكرية الجارية في جنيف إلى حين اتخاذ موقف حازم ضد أي خروقات للهدنة في البلاد. وتوعد الرئاسي في بيان له بالرد الحازم على ما أسماها خروقات الجيش الوطني بالشكل والتوقيت المناسبين، مجددا تأكيده على أنه لا معنى لأي مفاوضات في ظل عدم وقف إطلاق النار وعودة النازحين وضمان أمن العاصمة والمدن الأخرى. من جانب آخر وعلى طريق الرئاسي، قال الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر إنه وفي ظل استمرار خرق اتفاقات وقف إطلاق النار، فإن المجلس سيناقش في جلسته السبت القادم إمكانية ذهاب وفد للمشاركة في حوار جنيف من عدمه. تصريحات وتحركات تهدد المضي قدما في المسارين الجاريين في المفاوضات العسكري والاقتصادي، فهل هذه الخطوة تهدد فعلا بنسف مسارات سلامة الثلاثة؟ وكيف ستكون تحركات البعثة المتمثلة في سلامة لوقف أي انسحابات تخص المفاوضات خاصة مع المعضلات التي تتربص بالمحادثات؟ ميدانيا ماذا حدث بالأمس؟ وماذا كانت ردة الفعل؟ وكيف علقت تركيا على الموضوع؟ التفاصيل في هذا التقرير، ثم نعود بكم مباشرة للنقاش حوله. للمرة الأولى منذ انطلاق عمليات الجيش الوطني في طرابلس يتم استهداف الميناء الذي صار مؤخرا وفقا لمتابعين مرسا للسفن التركية الحاملة للأسلحة. القيادة العامة للجيش أعلنت توجيه ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة بميناء طرابلس لإضعاف الإمكانات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سوريا لدعم الجماعات المسلحة. أكدت القيادة في بيان لها أنها أعطت أوامرها لتوجيه الضربة العسكرية نظرا للخروقات المتكررة وإطلاق النار من قبل الجماعات المسلحة التي خرجت عن سيطرة السراج، داعية العناصر التابعة للجماعات المدعومة من فائز السراج إلى الامتناع عن انتهاك وقف إطلاق النار والالتزام بمخرجات مؤتمر برلين. وسائل إعلام محلية أكدت أن القصف تجدد على ميناء طرابلس مساء الثلاثاء، ولم يتم تأكيد ما إذا كان الاستهداف جويا أم بقذائف صاروخية. من جهته قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم جالن إن الهجوم على ميناء طرابلس تم بقصد التحرش
وتم الرد عليه بالمثل وأكثر على الفور. وعقب تصريحات جالان، أعلنت شعبة الإعلام الحربية التابعة للقيادة إسقاط طائرة تركية مسيرة بعد أن أقلعت من قاعدة معيتيغا العسكرية، موضحة أن منصات الدفاع الجوي استهدفت المسيرة وأسقطتها بعد أن حاولت استهداف تمركزات لوحدات الجيش في محاور جنوب العاصمة. المبعوث الأممي غسان سلامة حذر في مؤتمر صحفي من جنيف من الخروقات المتكررة للهدنة المعلنة بين طرفي القتال، داعيا الأطراف الليبية لاحترام الهدنة والتعاون مع المجهودات الدولية الجارية لتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار. إذا نبدأ ونقاش حول هذا الموضوع بداية مع الدكتور عاشور شويل، وزير الداخلية الأسبق الذي انضم إلينا عبر الهاتف من بنغازي، وكذلك السيد أحمد روياتي المهتم بالشأن العام من مصراتة. أبدأ معك دكتور عاشور، أهلا بك معنا في لايف بداية. أهلا وسهلا بك، مرحبا بكم بالقناة وبالسادة المشاهدين. أهلا بك وشكرا لوجودك معنا. دكتور عاشور، يعني ماذا تصف هذا التصعيد الآن؟ البعثة الأممية تحاول أن يتم الاستمرار والاستئناف للجلسات العسكرية التي تنعقد في جنيف، هل تسمي ذلك تصعيدا أم من حق طرف من الأطراف أن يعلق مشاركته في هذه المحادثات الجارية هناك؟ أنا في نقطتين نقول لحضرتك، يعني فيه ما شبط الناف صبط. النقطة الأولى، في البداية أتذكر في بداية الحوار كانت لي مداخلة مع قناتكم الموقرة، وقلت لكم يعني أنا متشائم الحقيقة، صحيح، أو أشكك في الوصول إلى 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 اتفاق. ليش؟ أو ما هي الأسباب؟ الأسباب الجيش حيتمسك بتفكيك المجموعات المسلحة وبنزع السلاح، وإذا كان مكتبي هم يقولوا الجيش يرجع، الجيش يدخل إذا أتى كناتا آمن، وتوزيع الثروة والكلام الثاني. الطرف الثاني، ولا يمكن يقبل بذلك، الطرف الثاني لا يبي يفكك الميليشيات اللي هي خارج إطار الدولة، ولا يبي ينزع السلاح، ولا يبي يفرط لا في مصرف ليبيا ولا في المؤسسة الوطنية للنفط. وريني الاتفاق اللي تم يا أخي العزيز، ويقول لك والله يوقف إطلاق النار ويرجع الجيش من حيث أتى في شهر 4. هذه مسألة صعبة 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 التوافق، يعني حتى الحوار أنا غير متشائم، وأتمنى أن يتفق الجميع، وأتمنى الأمن والسلام لهذه البلد بصراحة اللي تهمنا كلنا. ولكن هؤلاء أطراف لهم أجندة ولهم أهداف ولهم إلى الآخر. اللوم الثاني الحقيقة، أنا ألوم السيد غسان سلامة، رجل محترم ومقدر، دائما نقول في هذا الكلام يا أخي أنتوا تجي تقول والله أوقف النار، أوقف النار، أوقف النار. الآن دخلنا بواخر، يمكن هذه اللي تم استهدافها وتجلب في سلاح بدل ما يندد أنا لا أريد تنديد واستنكار أو الشعب الليبي لا أريد تنديد واستنكار، لكن وين الإجراءات الدولية؟ بدل ما يندد أو تتخذ إجراءات ضد الدولة التي تورط في سلاح يشكل به الشعب الليبي، سواء من هذا الطرف أو من ذاك الطرف، تجي تقول والله هذا جيش بدافع ومكلف بالحفاظ على سيادة الدولة. كيف تحافظ عليها سيادة الدولة؟ تحافظ عليها تمنع كل من يهدد الأمن والسلام العام. فالحقيقة هذه عليها علامات استفهام كثيرة. أنا نعم، اسمح لي نشرك معنا في الحوار أيضا السيد أحمد الروياتي المهتم بشأن العام من مصراتة. أهلا بك معنا سيد أحمد، شكرا لوجودك معنا. اهلا وسهلا بك سيد الحكيم، اهلا وسهلا بك بجميع متابعي قناة ضيفك الكريم. شكرا لك سيد احمد. يعني يقول دكتور عاشور شويل ان الملامة تقع على البعثة الأممية، السؤال يطرح نفسه، ما الادوات التي تمتلكها البعثة الأممية لتدير حوارا بين الاطراف الليبية لا تراجع فيه؟ الان الوفاق يعلق مشاركته، بالمقابل هل يحق لطرف من الاطراف تعليق مشاركته ام يجب الاستمرار في هذه المحادثات حتى النهاية والوصول للاتفاق؟ في اعتقادي الشخصي لا ملامة على البعثة، البعثة هي 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 طرف داعم، طرف دولي داعم يحاول حل الإشكال الليبي بين أي أطراف متصارعة، ونحن الآن في حالة صراع مسلح ما بين طرفين الكل يعرفهما.
لذلك قال لوم على الطرف فيه 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 في تغول الأمانة أو للأسف الشديد. ربما الملامة الكبيرة على البعثة أنها ليست شفافة في الكثير من القضايا أو المستحدثات أو ما يحصل من تفصيل في أثناء هذه الحرب لمحاولة الضغط على هذا الطرف أو ذاك للوصول إلى جلوس آمن وحقيقي لتسوية سياسية حقيقية، لكن نؤمن بالفعل بالتسوية السياسية. ولكن للأسف الشديد، وطبعا أنا أيضا أريد بعض الردود البسيطة على الدكتور شوائل، هي من منطلق أنني أستغرب من النخب عندما يخاطبون الشارع يخاطبون بمنطق ما يؤمنون هم به لا بمنطق العدالة في الطرح. أي أنني لو كنت مؤمنا بأن ما من يهاجم العاصمة هو جيش بالفعل لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. الإشكالية أنه في نظرنا ليس جيشا، أو بعبارة أخرى في نظرنا أننا لدينا بنفس هذا المستوى جيش، وجود الميليشيات وجود متواجد هنا وهناك. لذلك هذا الصراع صراع مسلح يا سيدي، صراع من أجل السلطة. إذا كنت تقول أن من يتواجدون في العاصمة هو من أجل المال ومصرفه المركزي ويمتنعون عن تفكيك ميليشيات، فسأقول لك أن من جاء إلى العاصمة أيضا جاء بميليشيات ومحاولة لتغيير هذه الميليشيات بميليشيات أخرى، ميليشيات لا تختلف عن هذه الميليشيات التي تدعون أنها في العاصمة. يعني الكاني ما هو يا سيد شوية؟ هل الكاني أصبح الآن مثلا جيش إدعاب سبل السلام وغيرها من التشكيلات المسلحة التي تتبع ما يعرف القيادة العامة؟ الإشكال أننا نخاطب الشارع بما نؤمن به، ولكن لو تكلمنا بمنطق لعرفنا أن الخطأ موجود هنا وهناك وأن الحل هو حل سياسي بالفعل. أما سؤالك، أما الإجابة على سؤالك حول هل يحق لأي طرف أن يمتنع عن الجلوس، لا شك هي وهو جلوس بالتراضي ما بين الأطراف المتصارعة. للأسف الشديد أن الطرف الثاني الذي ادعى أنه دخل الهدنة في موسكو يحاول دائما أن يصعد وأن يخترق هذه الهدنة، وأخيرا ضرب الميناء طرابلس تحت ذريعة أنه توجد فيها بوارج تركية. لنفترض جدلا بوجود البوارج التركية كما قال السيد شوائل، وأعطى الحق الشرعي للجيش لأن يضرب هذه الدولة أو هذه البوارج التي تحمل الأسلحة لصالح سلطات التوافق. يا سيد شوائل، ألا تنظر مثلا إلى الطرف الثاني أنه يستنجد بالأجنبي أيضا ويجلب الأسلحة؟ أعتقد أنني أجبتك باختصار. لو سلمنا بأن ما لديكم جيش بالفعل لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لذلك عدم تسليمنا بهذا المفهوم، ونحن طائفة كبيرة في المنطقة الغربية ولسنا قلة، ولدينا سلطة شرعية، السلطة الشرعية يعترف بها العالم شئنا أم أبينا، سواء كان جيشه جيش منظم أو ميليشيات كما تدعون. أما الطرف الثاني فهو تشكيل مسلح أيضا أصبغ عليه الشرعية من البرلمان في فترة معينة، ولكنه لم يدخل تحت المشروع السياسي الذي تم الاتفاق عليه في الصخرات، والذي وقع عليه حتى جزء كبير من البرلمان، والذين أحالوا مذكرة إلى مجلس الأمن من 100 وعضو، واعتمد هناك بالقرار 2259. إذا احنا أمام معضلة وإشكالية، إما أن نخاطب الشارع بحقائق ما يوجد ويوجد حتى الساعة لنصل إلى حل أو إلى تسوية حقيقية ما بين أطراف الصراع، أو سنظل نستمر في نهج أنني سأحاول أن أشوهك وأبيض صفحتي وستحاول أن تشوهني وتبيض صفحتك. ما يوجد الآن تصعيد عسكري، من قام بهذا الخرق هو حفتر ضرب الميناء، فتقول لي ضرب بوارج تركية، سأقول لك الطرف الثاني يجلب جسر جوي من دمشق إلى بنينة بأسلحة وهو أيضا يخرق الهدنة. ستقول لي الجيش جاء ليحرر طرابلس من الميليشيات، سأقول لك من جاء ليحررنا من الميليشيات هي ميليشيات في حد ذاتها، برر لي هذا الموقف. ستغلبني بفكرة واحدة، أنك ستقول لي أن لدينا قيادة حقيقية برأس هرم واحد وقرار واحد، سأقول لك هذا بالفعل كلام حقيقي، ولكنه يتناسب مع المفاهيم الديمقراطية التي جعلت من هذا الرجل العسكري هو المسيطر حتى على القرار السياسي. يا سيدي، هل تريدون يا سيد شوائل وأنت أحد وزراء ما بعد الثورة أن تعودون إلى نفس مربع حكم شخص؟ هو من يفرض الحق والباطل، هو من يفرض الصحيح والخطأ، هو من يفرض أو من يسمي المجرم من 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 غير المجرم، هو من يسمي التيار السياسي الحقيقة الصحيح من التيار السياسي الذي يريد أن يجرمه؟ هذا خصومة أو فزور في الخصومة يا سيد شوائل. أتمنى من السيد شوائل وهو وزير سابق، نحن نعرف أنه يوجد إرهاب في فترة معينة والإرهاب خرب هنا وهناك، نحن نعرف أنه يوجد ميليشيات في ليبيا، تصحيح هذا المسار في فترة معينة كان يسير على قدم الوثاق في المنطقة الغربية، نقابها قوسين أو أدنى خلصت الميليشيات في طرابلس، خرجت الكثير من الميليشيات من طرابلس تحديدا من مصراتة والزنتان وغيرها من ميليشيات متغولة وذهبت إلى مدنها. أصبحت لدينا ميليشيات طرابلس، أصبحت يتم معالجة هذه الميليشيات عبر منظومة محاولة ضمهم ومحاولة تقليص قدراتهم ومحاولة تحجيم تدخلهم في مؤسسات الدولة. ولكن عندما جاء هذا الهجوم الأخير الذي لا زال إلى الآن يصر على استعمال الآلة المسلحة لدخول العاصمة لمحاولة إقصاء تيارات كاملة، أعتقد أن هذا المسار لا يتوافق مع المنطق الحقيقي للدولة التي كنا نشهدها في 2011. يعني
نعم اسمح لي أن يرد الدكتور عاشور شويل على ما كنت تقوله سيد أحمد. دكتور عاشور استمعت إلى أحمد روياتي وماذا كان يقول؟ تحدث عن نقاط كثيرة، قال بأن كما يتهم طرف الوفاق بجلب تستمع لي دكتور عاشور؟ سمعت الكلام اللي قاله كله. نعم تفضل. نحن ليس في ساحة ملاسنة أو تبادل اتهامات. أنا صحيح. أتكلم كلام موضوعي. نتكلم من أجل الوطن لا من أجل ذاك أو تلك. فيا أخي الكلام الكثير لا معنى له. نحن الآن أنا أكره التدخل في بعض المداخلات التلفزيونية كلها حتى لا نقع في هذا الموقع اللي احنا فيه الآن. أنا أقول لك سلاح يدخل في باخرة وقبل دخلا براخر ضربا. أنت تدافع على هذا الكلام من أي منطلق يا أخي؟ تعدي تجيب أنت مش عارف دواعش ولا متأسلمين ولا مش عارف أسبابهم وتدخل بهم بيش تقاتل عليه تقاتل بهم أبناء بلدك تذكري يا أخي. هاي بالكلام هذا أنا لا أتفق معك في كل ما قلته مع احترامي شديد. وثم ثانيا أنا لا أوزع كلام لك شخصيا، أنا أتكلم بكلام عام ويجب أن تكون في هذا الكلام تتكلم. نحن نتكلم من أجل الوطن لا شوائل ولا جيد ولا عمر. أي الكلام هذا يا أخي؟ تكلم بكلام موضوعي. نحن أمامنا وطن قاعد ينزل قاعد يضيع في شعب. أنا لما أقول لك شعب أتكلم على الشعب دي بكله، لا أتكلم على شرق ولا أتكلم على غرب. الآن كارثة أمامنا. المجتمع الدولي اللي كلكم تعولوا عليه، المجتمع الدولي الآن هو يبحث عن مصلحته لا يبحث عن مصلحة الشعب الليبي. يجب يكون واضحين في هذا الكلام. مع احترامي الشديد للسيد اللي كان يتكلم، أنا لا وجه كلام لا شخصية، ولكن أنا أتكلم في كلام عام رد في حدود الموضوع. نعم. طيب دكتور عاشور، يعني في مسألة قرارات مجلس الأمن أشار سيد الروياتي أيضا إلى القرار 22 أو المؤرخ بديسمبر 2015 2259 الذي فيه قرب الإجماع بالاتفاق السياسي، وما يزال المجتمع الدولي الذي أشرت قبل قليل لديه مصالح يتماشى مع ليبيا وفق هذا القرار وتضمينه للاتفاق السياسي، ويؤكد أن الاتفاق السياسي هو مشروعية لأي إجراء سياسي في ليبيا. هل ما يزال اتفاق الصخيرات نافذا حتى الآن بوجهة نظرك، خصوصا فيما يتعلق بالمشكل السياسي والعسكري والأمني في البلاد؟ سيد الفاضل، أنا أتكلم كلام من الواقع اللي احنا فيه. الحوار الصخيرات احترامي الشديد له، وكلنا كنا متفائلين لهذا الحوار وزاد الفرح لأغلب الشعب الليبي لأن هناك اتفاق وأن هناك مجلس رئاسي جديد وكذا كذا كذا. لكن اللي حصل أرجعوا للحوار للبنود هذا الاتفاق. يفترض مجلس رئاسي من يعتمد مجلس النواب اللي هو منتخب. أنا لا يعنيني أن فيهم ناس جيدة وناس سيئة، لا يعنيني أنا منقسم على بعضهم، لأن الموضوع أكبر من هيك. يجب أن ننظر في هذه المسألة. الحوار الصخيرات فرض من المجتمع الدولي لغاية ما قد تكون لها علاقة بمصلحة الشعب اللي بيحتفل لها علاقة بمصالحها، ولكن يفترض حوار الصخيرات وما نتج عنه الآن أنتهى. يجب أنهم يتفقوا كل الأطراف اتفاق جديد من خلال مجلس النواب اللي هو قائم الآن نعم. أشكرك جزيل الشكر دكتور عاشور شوايل وزير الداخلية الأسبق، شكرا لوجودك معنا وشكرا على ما تفضلت به من معلومات وكذلك من آراء حول ما يتعلق بهذا الموضوع. أعود لك من جديد سيد أحمد الروياتي، استمعت لدكتور عاشور شوايل. بصراحة هو دائما الدكتور عاشور يبتعد عن المناظرات ويبتعد عن توجيه الكلام وشخصنة الأمور، ولكن بالمجمل يعني تتفقون على جملة مهمة وهي أن المجتمع الدولي له مصالحه من ليبيا، وبالتالي هذا الصراع القائم وليس بالحقيقة صراعا ليبيا صرف، لديه أياد خارجية ولديه دعم خارجي ولديه مصالح بالخارج جعلت من ليبيا ساحة للقتال. هل تتفقون على هذه النقطة سيد أحمد؟ نعم سيد حكيم، قبل الإجابة وكي لا ألبس ثوبا أنني ألاسن أو أنني أحاول دخول في مرات، أنا لم أتكلم إلا في حدود ما أثير من نقاط.
ولا زلت أصر أن السيد شوايل والكثير من النخب التي نحترمها جدا من المحسوبين أو من الذين يدعمون تيار الكرامة أنهم يغالطون الشارع ببعض المفاهيم. يعني الآن هو حاول وكرر مرة أخرى مغالطة بسيطة عندما قال أننا نبحث عن وطن. الكل نبحث عن وطن، ولكن لماذا تحاول تختزل أن فكرة علاج الوطن والوصول إلى الوطن هو بطريقتك أنت خاصة؟ الكل يرى بزاويته سيد أحمد. لا اتركني أكمل هذه النقطة بسيطة. عندما تغالط المشاهد، يعني عندما تقول أنا لا أبعد عن نفسنا شبهات، عندما تقول مثلا أن هذه الضربة العسكرية أو أن الميناء يحوي من المرتزقة ويأتي بالأسلحة، يا أخي أنا قلت لك لنفتر جدل أن هذا الأمر موجود، أنت لماذا لا تقول هذا الكلام للطرف الثاني؟ ألا يحضر الأسلحة؟ ألا يحضر المرتزقة؟ ألم تقرأ تقارير الأمم المتحدة التي قالت على وجود أكثر من فصيل مسلح من الفارقة من السودان والتشاد وفاغنر وغيرها بإثباتات سواء كانت أدلة وبراهين مصورة أو عبر تقارير الخبراء؟ يعني لماذا تلبسون الثوب الإساءة للطرف الآخر وتبعدونه على أنفسكم؟ إذا كنا نريد البحث عن وطن لنقول الحق أو لنعطي كل ذي حق حقه حتى نصل إلى بالفعل قناعة حقيقية بأننا لابد أن نعالج كل هذه الإشكالات لديكم ولدينا. أما أن تغالبني بهذه الفكرة فسأضطر أن أغالبك لسبب بسيط أنني على الأقل أنا في حالة دفاع الآن. يعني 9 أشهر وأنا أدافع بليبيين سواء كانت تسميهم ميليشيات أو عسكريين وأنت تقاتلني بملل كثيرة. عندما استجدت اليوم بالتركي أصبحت أنا المخطي. لماذا؟ ودائما أقول لا يدعي علي أحد بفكرة أنني أمثل الجيش وأنت غير جيش. لو دخلنا في هذه النقطة سندخل في خطاب طيب. أو سندخل في مغادرة لن تنتهي أبدا. طيب وضح مفهوم الجيش ما الجيش في ليبيا. نعم نعود وأقول أنا وشاطر السيد شوايل حول تداخل المجتمع الدولي لا شك أنه سيء وأكبر من سيء. لا أحد يتوقع أن دخول المجتمع الدولي للمعادلة الليبية سواء كان عبر دول منفردة أو عبر مجموعات أنه يبحث عن الصالح الليبي. طيب اسمح عن مصالحه. اسمح لي نشرك نعم. معنا في الحوار السيد صلاح الدين الشكري المستشار مستشار القيادة العامة للجيش الوطني انضم إلينا الآن عبر الأقمار الاصطناعية من بنغازي. مساء الخير سيد صلاح الدين، أهلا بك وشكرا لوجودك معنا في لايف. أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا مشاهدي قناتكم المحترمة. نعم وأهلا وسهلا بضيوفك الكرام. شكرا لك سيد صلاح الدين. يعني الآن الخطوة التي قام بها الجيش الوطني حسبت على من الطرف الآخر بأنه تصعيد، وبالتالي علق مشاركته في محادثات جنيف العسكرية. ماذا سيكون رد القيادة العامة في هذا الصدد بالخصوص؟ أولا أريد أن أغير الحوار لأن الحوار الموجود الآن وكأن هناك طرفان ليبيان متقاتلان على الأرض الليبية، وهذا التوصيف القانوني غير صحيح لأن هذا له نتائج خطيرة جدا. ما يجري في ليبيا ليس حربا أهلية، ما يجري على الأرض الليبية هو الشعب الليبي وقيادته العامة التي يقودها سيادة المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر تقوم بواجبها الوطني لرد عدوان تركي قطري على الأرض الليبية. وهذه الميليشيات التي لديها بعض الوجوه المدنية كضيفك هي عبارة عن أدوات لهذا العدوان التركي القطري، ونحن سوف نحمل وسترى في المستقبل القريب تركيا وقطر خسائر الشعب الليبي وما فاته من أرباح ومكاسب خلال 9 سنوات الماضية وهي تفوق التريليون دولار من دمار وقتل وأضرار على دول الجوار سواء تونس أو مصر أو النيجر أو الجزائر. كل هذا يجب أن يحمل إلى دول العدوان قطر وتركيا. أما البيادق التي تتحدث إما من اسطنبول أو من مصراتة أو من طرابلس، أعتذر منك سيد صلاح الدين، يعني نحترم ضيوفنا، يعني اسمعني نحترم كل الضيوف دكتور. اسمعني بس تفضل. اسمعني يا سيدي يا سيدي، نحن لدينا قضية وطن، لا أجامل في الوطن. هؤلاء عبارة عن أدوات العدوان التركي القطري على أرض الليبية. أعتذر منك مرة أخرى سيد، سنحررهم أيضا. أعتذر منك صراحة سيد صلاح الدين، سنحررهم نعم، لكن على الأقل دعنا نتحدث في صلب موضوعنا ولا نشخصن الأمور. يعني
سيد أحمد رويات يتحدث أنا لا وجهة نظره. أنا لا أسمعني نحن لدينا دماء تسيل، لدينا أموال تسرق، لدينا مليارات الله سرقت من هذه الحكومة التي فرضت علينا من الخارج. تصدق أن حكومة السراج معه وزير اسمه محمد العماري زايد، من لا يعرف محمد العماري زايد الإرهابي الموصوف المعروف الذي قتل آلاف الليبيين والذي كان جزء لا يتجزأ من حركة الإخوان الإرهابية المجرمة على مدى التاريخ منذ أن شب. وبالتالي نحن كلامنا واضح، لابد من اجتثاث حركة الإخوان الإرهابية من ليبيا نهائي. خسرت انتخابات 2012، طيب خسرت انتخابات 2014، هذه النقطة واضحة، وأرادت أن تعود بقوة السلاح. اسمعني يا سيدي، اسمعني يا سيدي، أحتاج منك إجابة فقط على نقطة فقط من بعد إذنك. يعني الآن مع تعليق الوفاق للمحادثات العسكرية في جنيف، ماذا تتوقع أن يكون رد القيادة العامة للجيش باعتبارك مستشار للقيادة العامة؟ وعذر على سنحرر أرضنا، نحن سنحرر أرضنا، سنحرر ليبيا، كل مدنها، كل قراها، لن نترك منطقة في ليبيا يوجد فيها إرهابي واحد، لن نسمح. أما الادعاء بأن القيادة العامة والقوات المسلحة لدينا ميليشيات، جاء جميع الخبراء من العالم والصحفيين إلى ليبيا بغض النظر عن ما يقوله حركة الإخوان وذيولها من إعلاميين وتقارير مزورة. نحن لدينا كليات ضباط، لدينا كلية دفاع جوي، لدينا مراكز تدريب، لدينا إدارة استخبارات، لدينا هيئة تموين وإنتاج، لدينا جميع أركان قوات مسلحة، لدينا هذه الخبرات العسكرية. انضم الشعب الليبي كله في حركة تحريرية لتحرير وطننا من الإرهاب ومن الجرائم. إذا كان ضيفك لا يرى فنحن نرى، لدينا أبناؤنا وأهلنا، 700 ضابط وجندي وعسكري قتلتهم حركة الإخوان الإرهابية والميليشيات الإرهابية التي الآن موجودة في طرابلس، هربت بعض منها إلى طرابلس إلى مصراتة. لدينا فجرت أسرنا، فجروا أبناءنا، أسر قتلت يا سيد. نحن من ينظر المشهد من بعيد لا يعرف الحقائق. عندما نتحدث عن حل سياسي، نحن نقول لابد من فك الميليشيات، ولا القوات المسلحة العربية الليبية ليست لها أهداف الحكم والسلطة، تريد للشعب الليبي أن ينتخب بحرية وأن يكون هناك تداول سلمي مع السلطة. ولكن نحن ندرك تماما أن لا يمكن القيام بذلك ما دام هناك كارا، وهناك عبد الغني الكتلي، وهناك صلاح بادي، وهناك جويلي، وهناك الآخرون الإرهابيون، فرسان جنزور، مجالس عسكرية. هذا لا يتم. هناك قوات مسلحة منظمة، أجهزة أمنية منظمة، شرطية منظمة، ولا يمكن أن نسمح لضابط أو لشرطي أن يتلقى تعليمات من ميليشياوي. هذه هي ما قمنا به في المناطق المحررة الليبية والتي تزيد عن 90% من الأرض الليبية. أما أي شخص يتحدث سنأتي إليك لنحررك، نحن نعرف أن هؤلاء أسرهم مهددة بين الميليشيات وأبنائهم مهددون عند الميليشيات، وبالتالي ليس لهم إلا أن يقولوا ما يقولونه. فسنأتي لنحرركم، وستجدوا أن القوات المسلحة دخولها إلى تحرير الوطن هو برد وسلام. نعم، اسمح لي فقط أنتقل إلى سيد روياتي بداية الرد عليك، ونعود من جديد لمسار الحلقة وفيما يتعلق بموضوعنا اليوم. سيد روياتي، استمعت إلى سيد صلاح الدين الشكري، أريد يعني تعقيب ردا على الضيف، يعني وجه كلام كثير لك، حق الرد مكفول من خلال 218. إضافة لذلك، مع لغة التصعيد القائمة الآن، الأطراف لا تريد إيقاف الاقتتال الحاصل على ما يبدو، والهدنة مخترقة، ماذا سيكون مسار العسكري الذي ترعاه الأمم المتحدة إذن بهذه الطريقة برأيك؟
أشكرك سيدي مرة أخرى، وجه تحية أيضا للسيد صلاح الدين الذي ربما صعد من الخطاب، وهو رجل كبير في السن، وأعتقد أنه يعني كان يلزم بها على الأقل أن يجعل الخطاب بالفعل منطقي وعقلاني. أنا إجاباتي طبعا أتأرى الكثير من النقاط، ولكن في مجملها ينصب تحت نفس الفكرة، فكرة المغالطة في توصيف الأحداث والواقعية. يعني هو بدأ الموضوع بقوله أن ما يجري ليس كما تقولون حرب ما بين تيارين سياسيين، بل التوصيف القانوني أن الجيش الوطني الليبي يقود معركته هو والشعب ضد الميليشيات المسلحة. طبعا التوصيف القانوني سيدي موجود، السلطة الشرعية الحقيقية كحكومة وسلطة أكيد يعرفها السيد صلاح الدين والسيد سراج، سواء كان جاء بقرار دولي أو جاء من الداخل، ولكن هذا هي الأمر الواقع. المجموعات المسلحة الموجودة في المنطقة الغربية يوجد بها ميليشيات لا شك، ولكن يوجد بها أيضا مؤسسات عسكرية كبيرة بقيادات الكل يعرفها، الحداد، الجويلي، الكلية الجوية وغيرها. يعني أتمنى دائما وأقولها أن النخب التابعة للكرامة ألا يختزل الوطنية والشرعية لديهم في هذا الخطاب. لكن سيد أحمد يعني لكن سيد أحمد يوجد مرتزقة ويوجد دعم خارجي علني، إذا كان الطرف الآخر لديه دعم فهذا الطرف لا يخفي ذلك، مع علم بوجود قرارات أممية تمنع استجلاب السلاح. الطرف من الأطراف يخفي ربما، وآخر يعلن يعني ضاربا بالقرارات عرض الحائط، ضاربا بما يريده الشعب عرض الحائط، يقول لدي مقاتلين من الخارج، ليس لديه القدرة الكاملة على السيطرة على جنوده على الأرض إذا كان لديه جنود أو مقاتلين. هذا الأمر موجود على الطاولة الآن، الجميع يتحدث من هذا المنطلق. لا سيد حكيم، لا يصفني أنا، هذا توصيف خاطئ. أولا سيد السراج أو السلطات الرسمية، السلطات الوفاق عندما تعاملت مع تركيا تعاملت كندية مؤسسات دولة ضد مع مؤسسات دولة، لم يذهب تيار عسكري، فصيل عسكري متمرد، أو حتى لو كان بالفعل هو الجيش الوطني، ليذهب ليتفق مع دول بشكل منفرد، وهو هذا يتناسب عن مفاهيم الديمقراطية والمدنية. كيف لحفتر أن يذهب ويتفق مع دول على جلب الأسلحة والمرتزقة الذين يخفيهم، لأنه لا يستطيع أن يجاهد بهذا الأمر، لأنه أتى بمرتزقة لا يتبعون حتى دولة بمعنى مفهوم دولة ذهبت لهم، أي ليس اتفاق دولي، هو جاء بمرتزقة فارقة بيروس عبر شركة فارس، وهي شركة خاصة حتى وإن كانت لديها علاقات مع الكرملين، ولكنهم مرتزقة بالمعنى الحقيقي، أي جنود يقاتلون عندما يموتون لا تعترف بهم حتى دولهم. لكن السراج نحن نعلن هذا الأمر لأننا نتعامل بسياسة اتفاق دولي صريح، نحن سلطة شرعية تفاهمنا مع تركيا على دعمنا بالأسلحة أو أسلحة نوعية، وخبراء في مجالات أسلحة معينة، وليس حتى جنود حتى الساعة، ولا أحد يقول أنه يوجد جنود هنا في تركيا حتى الساعة، بخلاف ما يحاول أن يلبسنا به الطرف الثاني الذي يجب أن يقرأ مذكرات الخبراء في مجلس الأمن التي تبين. نعم نعتذر، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع سيد أحمد الروياتي، نتمنى أن يتم إعادة الاتصال به حتى يكمل الفكرة ويرد على تساؤلاتنا وكذلك تساؤلات الضيف. أعود من جديد إلى سيد صلاح الدين. الشكر سيد صلاح الدين، استمعت إلى ماذا قاله سيد أحمد الروياتي. أطلب منك فقط تقليل حدة الحوار حتى يكون هنالك تناسق في المعطيات. يعني الآن الواقع ذكرته وذكرته ورد عليه سيد أحمد الروياتي، لكن في المقابل طرف الجيش الوطني يتهم ما يزال من دول ومن قيادات ورؤساء دول باستجلابه كذلك لمسلحين ومقاتلين من عدة دول، مع نفي هذه الدول أنها أرسلت أيا من جنودها أو أيا من شبابها إلى ليبيا. في المقابل البعثة الأممية تريد غض الطرف عن ذلك الآن، وتريد استكمال الحوار العسكري. أين ليبيا وأين الهدنة وأين وقف إطلاق النار من كل ذلك؟ يا سيدي، أولا كل ما قيل، أنا من بدايات ثورة الكرامة والرد على الإرهاب الذي كان في بنغازي ودرنا والخليج، النفط، الهلال النفطي في خليج سرت والمناطق، كل هذه المناطق عايشنا كل الظروف. لو الذي قاتل هو الشعب الليبي، القبائل الليبية، القوات المسلحة هي أبناء الشعب الليبي، هي أخيك وأخي، وكثير من أبناء مصراتة موجودون بيننا الآن في القوات المسلحة، ضباط وضباط صف وجنود وطيارون وبحارون وغيرها. قضيتنا ليست قضية صراع بين مصراتة وباقي ليبيا، نحن ندرك أن مصراتة
واقعة تحت سيطرة الميليشيات كما كانت درنا في يوم من الأيام. وأنا أعرف أن شمال طرابلس المنطقة البسيطة جدا التي يسيطر عليها الإرهابيون والميليشيات في تحالف مصالح. أما كل هؤلاء ندرك أن لا قيمة لهم. القرار الأساسي يا سيد هو قرار حركة الإخوان الإرهابية وقادتها الموجودون الآن في تركيا وفي قطر، وهاتان الدولتان لها مصالح تريد أن تفرضها على الشعب الليبي. ونحن من طرفنا سننتصر وسنحمل هاتين الدولتين كافة خسائر الليبيين ومفاتهم وأرباح ومكاسب، وهذا وفق القانون الدولي. نحن التوصيف القانوني يريد هذا، ضيفك وغيره أن يوصف الحالة الليبية وكأنه صراع حرب أهلية ليبية، وهو ليس حقيقة. والدليل على ذلك سبها عندما حررها الجيش، كنا نسمع قبل ذلك بأن القبائل تتحارب، الآن انتهى هذا لأن قضي على الميليشيات. بنغازي الآن آمنة مستقرة، جميع قبائل ليبيا تعيش وهي ليبيا مصغرة ويعيشون بوئام ومحبة وبأمن واستقرار، لأن الميليشيات قضي عليها، انتهت، الإرهاب قضي عليه، انتهى. هذا ما نريده لطرابلس وما نريده لمصراتة. نحن لا نريد لا مناصب سياسية ولا نريد مال، ولا الموضوع موضوع مال، موضوع أمن ليبيا، استقرار ليبيا، سيادة ليبيا. والمشكل هو مشكل أمني بامتياز، وعندما نتحدث أن هناك حلول سياسية نقصد بعد القضاء على الميليشيات وسحب الأسلحة من الشارع الطرابلسي والمصراتي ومن الزاوية ومن بعض المناطق في الجبل. يقوم الشعب الليبي باختيارات، انتخابات حرة، تداول سلمي للسلطة، إنشاء دولة المؤسسات، دولة القانون، دستور. يختار الشعب الليبي كل ما يشاء، هو حر، هذا الشعب الراشد، سيد صلاح الدين أنجب هؤلاء الأبطال. عندما يأتي ليبيا سيدي ويقول هذه الانتصارات قام بها، اسمح لي فقط أريد أن أسألك، يعني تستمع إلي سيد صلاح الدين؟ نعم تحدثت عن أن هنالك بعض المناطق في البلاد تعاني من وجود ميليشيات بعد دخول الجيش الوطني، فسيتم القضاء على الميليشيات وسحب السلاح. هل تقصد بحديثك بأن بعد دخول الجيش إلى المناطق التي حررها، يعني هذه المناطق الآن خالية من مظاهر الميليشيات، مجموعات مسلحة، جريمة منظمة، وقلت فيها نسبة الجريمة؟ ماذا عن الجنوب الليبي؟ ما يزال يعاني من جريمة فيه وارتفاع معدلات الجريمة خلال المدة الماضية، أبرزها ما حدث في أوباري. يعني نريد أن نتحدث بواقعية سيد صلاح الدين فقط. يا سيدي أنا عشت في الولايات المتحدة 10 سنوات أو أكثر. الولايات المتحدة جرائم القتل موجودة بكثرة لوجود السلاح، وأنت تعرف أن كل مواطن أمريكي يملك سلاح، ولكن هذا لا يعني أن الدولة الأمريكية لا تحارب الجريمة، وأن الدولة الأمريكية لا يوجد ليست لها إرادة مكافحة الجريمة. نحن نتحدث عن ميليشيات مسلحة لها إيديولوجيات إرهابية، وهي إقصائية، وهي ارتكبت جرائم في حق هذا الشعب. لم ننسى مجازر غرغور، لم ننسى السبت الأسود في بنغازي، لم ننسى براك الشاطي، لم ننسى الفقهة، لن ننسى الأشقاء المصريون الذين ذبحوا في سرت، لم ننسى القتل والقتل والقتل الذي حصل في كل المدن الليبية التي استولت عليها حركة الإخوان الإرهابية المجرمة وأذرعها العسكرية. واضح. وبالتالي نحن الليبيون والليبيات، هذه الانتصارات لم تحققها الجنجويد ولا فاغنر ولا كل هذا الغراء. الذي حقق الانتصارات هو الشعب الليبي وأبناء الشعب الليبي وشهداء الشعب الليبي وجرح الشعب الليبي. هؤلاء من أين أتوا؟ هؤلاء الوجوه الكارحة التي سوف تنتهي. يا أخي معقول الشعب الليبي الذي أنجب عمر مختار وأنجب الفضيل بعمر وأنجب إدريس السنوسي وأحمد الشريف يحتاج للجنجويد ويحتاج لفاغنر ليحاربوا بالنيابة عنه؟
هؤلاء تافهون عملاء يعتقدون، السارق يعتقد كل البشر سراق كيف، والعميل يعتقد أن الآخرون عملاء كيف، هؤلاء يبررون القيانة ويتحدثون عن أنهم يرحبون بالعثماني قالها سيدهم أردوغان، قال طيب أنه أريد أن أعود لك عودة العثمانية إلى الأرض الليبية. سيد صلاح الدين، لكن اسمح لي أن أنتقل لدقيقة واحدة مع سيد، أو دقيقتين عفوا، مع سيد أحمد رؤيتي من جديد. سيد رؤيتي عاد معنا عبر الهاتف، أهلا بك. أهلا وسهلا بك سيد. أريدك أن تستكمل النقطة وفي دقيقة واحدة حتى أعود لك في الختام مع سؤال أخير. الدقيقة التي أريدها أريدك ترد على سيد أو تستكمل ما كنت تتحدث فيه وتجيبنا في دقيقة. إذا كانت الاتفاقيات الدولية بين السراج أو بين حكومة الوفاق وتركيا الآن اتفاقية دفاع وفيها مسلحون وفيها عناصر مسلحة، هل هنالك مخرج لهذه الوثيقة وكيف سيتم إعادة وإخراج هؤلاء المقاتلين من البلاد بعد ذلك؟ أولا هذه الوثيقة لا يوجد لها ما يؤكد وجود أو إنزال جنود على الأرض، هو في إمكانية لهذا الإنزال إذا ما احتاجت سلطات الطاقة. لم ينكر ذلك سيد معيتيق ولا سيد السراج. لم ينكر، لا قلت لك لو هناك حاجة لهذا الإنزال فلا مانع لذلك وفق الاتفاقية الموجودة، ولكن حتى الساعة لا وجود. هناك دعم بالأسلحة بالفعل، وشاطرك الرأي، هناك دعم أصبح يوازي الآن أو أصبح لدينا من الدعم العسكري ما يمكن أن نجابه به الاعتداء القائم من الطرف الثاني لدخول العاصمة، ولكن حتى الساعة لا وجود للجنود، ولا أعتقد أن الحاجة له، خاصة أننا أمام هدنة وإن كانت هشة. نحن نتفاعل خيرا بأن الطرف الثاني يقتنع بهذه الهدنة للذهاب إلى تسوية سياسية، ولكن للأسف الشديد حتى عن طريق ضيفك وهو مستشار للقيادة في الرجمة يؤكد أنه لا خيار لديهم إلا الخيار العسكري، وهذا الأمر هو فعل لا شك أنه سيواجه بردة فعل شأن أو أبينا، سواء كنا ميليشيات أو غير ميليشيات. أما طيب. الردود على بعض ما قاله السيد صلاح، ولا بد من هنا الردود، أعطيني دقيقة واحدة. لازال يغالط الشارع، لازال يغالط، لابد هناك ادعاء بأن الوطنية هناك وهنا عدم وطنية، مجابة الإرهابيين هنا وكأنه لا يوجد إرهابيين هناك. يا أخي نحن في آخر احتفالية لديكم في بلغازي حصل فيها أطار إطلاق نار، أين الأمن؟ الجنوب كما أشرت أنت يا سيد حكيم يعني هربكانة زي ما نقوله بالعامية. يا أخي أنت لا تأتي إلي بتشكيلات مسلحة لتستبدلها بتشكيلات مسلحة أخرى، هذا غير منطقي. أما طيب. موضوع الشرعية ما الشرعية فسندخل فيه في جدال طويل. الشرعية السياسية لدينا، أنتم لديكم شرعية الجيش عن طريق البرلمان فترة معينة، ولكن أعتقد أنها تجاوزت هذا المشروع، لأن حتى أصبح اليوم الرجل السياسي والاجتماعي والعسكري للمنطقة الشرقية في عموم هو من يذهب إلى. أريد أن أمسك هذه النقطة، أريد مسك هذه هو النقطة. هو من يذهب لعقد الاتفاقيات سواء كانت اتفاقيات مدنية أو اتفاقيات عسكرية، هو من يقوم بكل العمل. طيب اسمح لي فقط، لأن القمر حجز القمر الصناعي سينتهي. سياسي لدولة مدنية حقيقي. نعم اسمح لي أعود إلى السيد صلاح الدين ثم أعود لك من جديد سيد رؤيتي. سيد صلاح الدين تستمع إلي، ليس لدينا الوقت الكافي، دقيقة ونصف فقط. ماذا ترد على ما يقوله سيد أحمد الروياتي في مسألة ما هي مخططات الجيش الوطني ما بعد عملية التحرير في دقيقة ونصف فقط؟ تفضل. سيدي أولا لا أرد عليه، لأن أنا أرد على السيد أردوغان وأسيادة والدوحة، لا أرد عليه، أعرف أنه هو عبارة عن أداة من الأدوات. أقول لك سنحرر الأرض الليبية، العملية السياسية سيقررها الشعب الليبي من محض إرادته، وكل هذا الزبد سيذهب ويبقى ما يفيد الأرض وهو الشعب الليبي والإرادة الليبية والسيادة الليبية. لا يعلم أن هذه الوثيقة التي جرى أردوغان لتوقيعها في هذه اللحظة يريد بها أن ينقذ عنقه وشركاته من مطالبات التعويض التي سنطالب بها وهي بمئات المليارات، وهو يريد أن يقول أنه يتعاون مع حكومة شرعية، ولكن برلماننا أبطل اتفاقية السخيرات. واضح. وأكد بأن ومحاكمنا أكدت أن السراج غير شرعي، ونحن دولة القانون، إذا أرادوا دولة القانون إذا كانوا يتحدثون عن السيادة لا يجب أن نعترف بحكومة أتى بها الأجنبي على الأرض الليبية. إذا أنت من أحفاد الذين اعترفوا بموسوليني وبالبو ليكونوا حكام على طيب. ليبيا. نحن لا نرضى حتى ولا العالم بأكمله أراد أن يفرض علينا حاكما بغير إرادتنا،
نحن لن نسمح بوجود حاكم إلا الذي يرتضيه الليبيون والليبيات في انتخابات حرة ومستقلة ولا يوجد فيها لا مال فاسد ولا ميليشيات ولا سلاح أشكرك. يفرض عليهم من ينتخبون. أشكرك جزيل الشكر سيد صلاح الدين الشكري مستشار القيادة العامة للجيش الوطني، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من بنغازي بالصوت والصورة. أشكرك جزيل الشكر سيد روياتي، أعود لك من جديد على سيكون السؤال الأخير في حلقتنا اليوم. سيد روياتي، ما هي السيناريوهات المحتملة تراها أمامك للمشهد الليبي الآن بعد هذا التصعيد من جانب وبعد استمرار خرق الهدنة من جانب آخر ووقف الحوار السياسي الذي ربما سيترتب عليه تعليق المسار السياسي أيضا يعني بعد العسكري؟ في رد سريع على ضيفك الكريم رغم أنه لا يجوز بعد أن خرج من الحلقة ولكن لعله يتحط في فتح حلقة أخرى ويرد علي. هو قال أنني لست إلا أداة للإخوان وغيره وغيره. أنا سأتحدث في هذه النقطة وسأقول لا، طز في أردوغان وطز في السراج وطز في المجلس الرئاسي وكل أعضاء الحكومة وفي قطر إذا كانوا سيحتلون بلدي أو يستعنونها أو سيخرجون من معادلة الدولة دولة ذات سيادة وطنية. وأتحدث سيد صلاح أن يخرج في حلقة أخرى ويقول طز في حصر إذا انحرف عن هذا المسار فقط. نعم هو الآن نحن فقدنا الاتصال معه للأسف لن يستطيع الرد عليه. هذه رد بسيط لكي لا ينعت الآخرين بأي أوصاف. أنا من داخل طرابلس ومصراتة وأقولها طز في حتى الإخوان اللي كانوا سيحجون بنا عن دولة السيادة وسندافع عن كرامتنا وعن دولة السيادة وعن ليبيا الوطنية المدنية التي تحتمي بالفعل بدستور، وهذا ما نتمناه في قادم أيام. ولكن هناك لن يستطيع أن يقول ذلك وأتحدى وأنتظر منه رد. أما بخصوص الإجابة عن سؤالك سيدي، أعتقد أن المسار السياسي يؤذن من طرف الكرامة للأسف الشديد، هم من يصعدون في العمليات الحربية التي تستلزم الرد في بعض الأحيان. نحن لازلنا سائرون في مسار 5+5 لمحاولة الوصول إلى هدنة حقيقية، ولكن يجب أن لا ننسى أن الطرف الثاني حتى الساعة لم يوقع على هذه الهدنة. الطرف الثاني أعلنها طبعا منذ أيام في الاحتفالية في بنغازي عبر الشريط المسجل للسيد حفتر عندما قال أنهم مستمرون في خيار الحل العسكري، أي أنه لا يعول على أي مسار سياسي، أي أنه دائما يحاول دائما تقويض العمل السياسي. إذا ماذا تتوقع من الطرف الثاني الذي قدم من أوراق التنازل للذهاب للتسوية السياسية الكثير رغم أننا لسنا ضعفاء سأقولها وعلنا أمام قناتكم أو أصبحت لدينا من الإمكانيات من مجابهة عسكرية حقيقية على الأرض ولكنها ستأتي على الأخضر واليابس للأسف الشديد هذه المرة. ويجب أن يعي الطرف الثاني أننا 9 أشهر عندما دافعنا على العاصمة بأي شكل كان رأوا بإمكانيات محدودة ولم يستطع الدخول للعاصمة. الآن هناك متغيرات كبيرة، التصعيد العسكري سيكون خطير على كافة المستويات، إما الذهاب إلى تسوية سياسية حقيقية نقتنع بها بكل منا بما لديه من أخطاء ولديه من ميزات للوصول إلى تسوية حقيقية تجمع الجميع وبالجميع، أو أنها ستكون حرب دفاع سيحق للطرف الثاني أن يدافع عن نفسه. ليس من حقك أن تجرمني، ليس من حقك أن تلقي علي الاتهامات، ليس من حقك أن تخفي فصائل كاملة من الشعب الليبي تحت ذريعة الإرهاب وتحت ذريعة أن هذا إخوان أو هذا هذه المسميات الخطيرة. هذه الإشكالية التي أتمنى من العقال المستشارين لدى تيار الكرامة أن يعيها. المغالبة لن تأتي إلا بمغالبة مضادة ونتائجها ستكون خطيرة. نحن بالفعل السيد السراج اليوم أوقف لجنة زائد 5 كردة فعل على الصواريخ التي ضربت ميناء طرابلس وهو أمر خطير. هذا هو المنفذ الثاني أعتقد بكل موارد الدولة وموارد الناس من المحروقات من البنزين من الغاز من المواد الغذائية. عندما تحاول استهداف هذا المنفذ فإنك تقوض أو تحاول الضغط على الشارع، تحاول خانق الشارع في رزقهم. أي جيش يقوم بهذه الأفعال حتى لو كان يستعمل في جلب الأسلحة؟ أنت أيضا تجلب الأسلحة، اجلس إلى طاولة المفاوضات، اجلس إلى كلمة سواء على الجميع على جلب المنطقة وأيدك في ذلك، على الجميع على جلب الأسلحة وأيدك في ذلك. عندما يلتزم على الجميع أن يقتنع بأنه يحوي من الميليشيات ومن العسكريين، على الجميع أن يقتنع بأن ليبيا مسارها إلى المسار الديمقراطي وتسوية سياسية حقيقية. عندما نقتنع جميعا أو على الأقل عندما يقتنع الطرف الثاني الذي لا يريد الاقتناع نهائيا بهذا المشروع عندها سيكون هناك جلوس حقيقي ومقنع. أما غير ذلك ستجد المهاترات سيدي، وسيحق لطرف الوفاق أن يدافع عن نفسه. لديه الشرعية الحقيقية على الأرض، لديه الشرعية التي أثبتتها الجموع التي خرجت حتى في 17 فبراير منذ يومين في طرابلس ومصراتة في غريان في الزاوية. هذه الآلاف التي تمثل الكرامة عندما يخرج عليه السيد صلاح الدين ويقول لي نحن نمثل الشعب، وماذا هؤلاء ماذا يسمون أمنا؟ نعم. دعوكم من اختزال الوطنية واختزال الشرعية في أنفسكم، دعوكم من المهاترات الزائدة لمحاولة المغالبة اعتقاد منكم أنكم وصلتم. نعم لقد نفذ الوقت سيد روياتي. يعني سيد روياتي يعني
انتهينا من زمن الحلقة، يعني وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكرك سيد رؤياتي، كنت معنا عبر الهاتف من مصر سيد أحمد رؤياتي المهتم بشأن العام. أعتذر من السيد السنوسي إسماعيل المهتم بشأن العام الذي كان من المفترض أن يكون معنا من طرابلس، ولكن لم نتمكن من الاتصال به حتى الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة. كان يريد التعليق أيضا، أو كنا نريد رأيه فيما يتعلق بالتصعيد الحاصل بإيقاف أو تعليق الجلسات في الجلسات العسكرية من قبل طرف الوفاق في جنيف. أشكر السيد صلاح الدين الشكري المستشار القيادي العام للجيش الوطني الذي يعني طلبه السيد أحمد رؤياتي برد ورد الحق وحق رد مكفول في الحلقات المقبلة بالتأكيد مع السيد صلاح الدين الشكري. ونشكر أيضا السيد الدكتور عاشور شوايل وزير الداخلية الأسبق. وصلنا هكذا إلى ختام هذه الحلقة من لايف، على أمل أن نلتقي في حلقة أخرى. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.